المزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، زيارة هامة للرئيس الأدري، ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد قام بزيارة تاريخية إلى باكو في عام 2023. كيف ترى توجيهات قيادتي البلدين لدعم العلاقات بينهما في عدة مجالات في الفترة القادمة؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد نحن نتحدث عن زيارة تاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أذربيجان، دفعت العلاقات الثنائية للتطور وأيضا فتحت آفاق جديدة لهذه العلاقات. أول رئيس مصري يزور أذربيجان كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2023، ومن ثم وجدنا انطلاق أيضا لآليات التعاون الثنائي سواء على صعيد الاجتماعات الخاصة بالمجموعات الوزارية أو على صعيد طبعا الأدوات الدبلوماسية المختلفة، ومن ثم أصفر هذا التعاون في الحقيقة على عدد من آليات التعاون وأيضا فتح أفاق للتعاون في العديد من المجالات. أيضا الشهر الماضي تم عقد اجتماع في القاهرة مع يعني عدد كبير من المسؤولين، زار وفد من أذربيجان القاهرة أكثر من 20 مسؤول في عدد كبير من المجالات سواء مجالات الزراعة، الطاقة، مجالات أيضا الصحة والصناعات الدوائية، مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات. وطبعا هذا كان في يعني ضيافة أو في حاضنة وزارة التعاون الدولي، وتم التباحث في الكثير من الملفات تمهيدا لهذه الزيارة. ومن ثم هذه الزيارة في الحقيقة يعول عليها كنقطة انطلاقة جديدة في بناء شراكات اقتصادية وتجارية وأيضا فتح مجالات تعاون جديدة، وبالتالي أتوقع أيضا أن سوف يكون هناك المزيد والمزيد من المجالات الرحبة للتعاون، خاصة أن أيضا أذربيجان تحتاج أيضا للخبرات المصرية الآن في مثلا الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والتمويل الخاص بالاقتصاد الأخضر، مع استضافة أذربيجان لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في نسخته الجديدة. وبالتالي أيضا مصر صنعت إنجاز مهم جدا خلال COP27، وبالتالي من الممكن أن تنقل هذه الخبرات، وهذا في الحقيقة محور نقاش هام للغاية ما بين البلدين فيما يتعلق بنقل تجربة COP27 لأذربيجان، لأيضا تحقيق نجاح في COP29 الذي تستضيفه أذربيجان، أيضا على صعيد طبعا ما يتعلق كما كنا نتحدث الصناعات الدوائية، هناك اهتمام كبير جدا في فتح آفاق تعاون في هذا المجال، ما يتعلق بالطاقة النظيفة، النقل البحري أحد أهم مجالات أيضا التعاون التي تسعى أذربيجان لي أيضا إحداث نوع من أنواع الزخم في التعاون في هذا المجال مع العلاقات أو مع الدولة المصرية، وبالتالي أمور كثيرة جدا. هذا على الصعيد طبعا الاقتصادي. على الصعيد السياسي نحن نتحدث عن الدور المحوري دي الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، والجميع حينما يأتي للقاهرة بالتأكيد يبحث مع القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل بصرات العمل السياسي المتعلقة بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وبالتالي أيضا طبعا بالتأكيد الشق السياسي أيضا حاضر وبقوة خاصة فيما يدعم قضايا الاستقرار في المنطقة وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية. طيب، في هذه النقطة تحديدا إلى أي مدى يفيد وجود مصر وأذربيجان في منظمات دولية مشتركة في دعم القضية الفلسطينية؟ هناك العديد من المنظمات التي تجمع البلدين مثل منظمة التعاون الإسلامي، اليونسكو، غيرها من المنظمات الدولية. مصر في الحقيقة منفتحة على الجميع في فكرة التعامل وحشد الرأي العام لدعم القضية الفلسطينية، وبالتالي مصر منفتحة على كافة الأصدقاء والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل المشترك سواء داخل أروقة الأمم المتحدة، طبعا منظمة التعاون الإسلامي، داخل حتى الاتحاد الأفريقي، جماعة الدول العربية، خلال كافة مسارات العمل الممكنة مصر تعمل وتحاول حشد كافة الجهود. وبالتالي بالتأكيد مصر تحاول طوال الوقت حث كافة الأطراف الدولية والإقليمية والدول الصديقة والشقيقة على لعب أدوار أكثر إيجابية فيما يتعلق بدعم السلام والاستقرار وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وبالتالي بالتأكيد أنا أعتقد أن اليوم في هذه القمة التي أيضا هي قمة من الممكن أن نصفها بأنها تاريخية لأنها أيضا تأتي بعد انطلاقة قوية لهذه العلاقات، أعتقد أيضا أن الشق السياسي وعلى رأسه ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أيضا محور نقاش مهم للغاية ما بين القادة، ومصر من المؤكد أنها تؤكد على ثوابتها طوال الوقت الخاصة بدعم القضية الفلسطينية سواء فيما يتعلق برفض التهجير القسري، إيجاد حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، طبعا رفض مصر لسياسات التجويع التي يمارسها جيش الاحتلال تجاه أهالينا في قطاع غزة، غيرها من ثوابت
مصرية، وأيضا دور مصر على صعيد الوساطة ودور السياسي والدبلوماسي وغيرها من أدوار يتم استعراضها مع كافة الشركاء. وأيضا نحتاج للدعم، نحتاج لدعم كافة الدول حول العالم لهذا الدور المصري المحوري. يجب أن يكون هناك دعما دوليا وإقليميا لهذا الدور المهم الذي يحافظ على بقاء القضية الفلسطينية ويمنع فكرة تصفية القضية الفلسطينية. طيب، المجالات الوعيدة التي تنتظر تعزيز الشراكة بين مصر وأذربيجان تحت مظلة لجنة التعاون المشتركة، تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، هناك مجالات أخرى أيضا فيما يتعلق بالمجالات الثقافية، مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مجالات الري والبترول والطاقة أيضا. بالتأكيد، يمكن في الشق أيضا الخاص بالمجال العلمي وما يتعلق أيضا بالتواصل الحضاري لا يمكن أن نغفل دور الأزهر الشريف أيضا في إيجاد تواصل مع أذربيجان طوال الوقت، وزيادة البعثات الدبلوماسية والدينية، ويعني ما يتعلق أيضا باستقبال عدد كبير من الطلاب من أذربيجان داخل أروقة الأزهر الشريف وغيرها من مسارات عمل في هذا الإطار. هذا شق مهم جدا. الشق الآخر أن أيضا طبعا لا يمكن أن نغفل أن منذ تسعينات القرن الماضي والقاهرة وباكو بينهم علاقات متطورة وتتطور، والشق الحضاري مهم للغاية في هذا الإطار. القاعدة الخاصة بالتواصل الحضاري دائما ما تكون قاعدة أيضا يتم من خلالها تعزيز البناء السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بالتعاون الثنائي ما بين الدول، وبالتالي ايضا هذا الامر مهم للغايه. ما يتعلق بالمجالات ايضا الجديده كما كنا نتحدث، انا اعتقد ان ما يتعلق بالطاقه النظيفه تحديدا والتكنولوجيات الخضراء والاقتصاد الاخضر احد اهم المجالات او مجالات العمل الجديده التي ربما تكون لها مستقبل كبير خلال هذه الفتره، خاصه مع استضافه اذربيجان لكوب 29 المؤتمر الاممي للتغيرات المناخيه، وبالتالي هذا المحور من المؤكد انه سوف يكون له حيز كبير للغاية، خصوصا أن مصر أطلقت مثلا منصة نوافتي لدعم الاقتصادات الخضراء والتمويل الذكي وغيرها من الأمور. إذن لدينا خبرات مهمة جدا من الممكن أن يتم نقلها، وهذا تم بالفعل التباحث بشأنه في الاجتماع الذي عقد مع وزارة التعاون الدولي والجانب الخاص بأذربيجان الشهر الماضي، وبالتالي هذا محور في غاية الأهمية. المحور الآخر ما يتعلق بالنقل البحري، أعتقد أيضا أن هذا المحور سوف يكون له ايضا مستقبل مهم للغايه في مجال التعاون ما بين البلدين، خاصه ان مصر حققت بنيه لوجستيه على صعيد خاصه الموانئ وما يتعلق بتطوير الموانئ المصريه، واصبحت الان الدوله المصريه نقطه ارتكاز في غايه الاهميه، بل ربما تكون نقطه الارتكاز الاهم في التجاره الاقليميه، وايضا اعطت قيمه مضافه لقناه السويس بقناه السويس الجديده ومحور تنميه قناه السويس وتطوير امكانيات هذا المحور الاقتصادي المهم، وبالتالي ايضا هذا المحور او يعني ما يتعلق بالتعاون في مجال النقل البحري والتعاون في هذه المجالات اللوجستيه ايضا من المجالات الغايه في الاهميه. ايضا اذربيجان مهتمه بفكرة التصنيع الدوائي، ومصر خطت خطوات كبيرة للغاية في هذا الإطار بالشراكة مع أيضا دول أخرى كبيرة في هذا المجال، وبالتالي أيضا لديها الآن مدينة الدواء ولديها صناعات دوائية متطورة، وأذربيجان أيضا لديها خبرات في هذا المجال، وبالتالي التكامل في هذا المجال أيضا مهم، وده أيضا من أحد المجالات المهمة التي تم التباحث فيها خلال الاجتماع الذي ضم أكثر من 22 مسؤول مع وزارة التعاون الدولي في الشهر الماضي، وبالتالي الكثير من المجالات تنفتح. مصر أصبحت قبلة لكل من يريد أن يعزز من الشراكات الاقتصادية والسياسية والتجارية، لأن ما تتمتع به الآن من استقرار، من بنية تحتية، من بنية لوجستية، من إمكانيات اقتصادية واستقرار داخلي، كلها أصبحت عوامل جذب تجذب الجميع الآن لدعم الشراكات وتعزيز هذه الشراكات وتنميتها. أشكرك جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.